هذا الحديث مع النفس بأي نوع من أنواع الأمور كالكذب أو التخيل بأشياء معينة، هل يوقع هذا الحديث في الإثم والحرج؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. حديث النفس ما لم يتكلم به الإنسان وينطق به فإنه لا أثر له ولا يترتب عليه شيء ولا إثم فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على حديث النفس. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ومجرد حديث النفس لا يترتب عليه إثم، ولو أن الإنسان صار في نفسه شيء من الوساوس التي يكرهها ويكره الكلام فيها إنها لا تؤثر عليه بإذن الله. جزاكم الله خيرا.